السلام عليكم، انا محمد مصطفى معاكم، ودي قناه بعد الماتش. قناه بعد الماتش قناه زملكاويه. قناه بعد الماتش قناه بتهتم بكل اخبار نادي الزمالك وبتحليل ما بعد مباريات نادي الزمالك من وجهه نظر البرنامج. لو انت زملكاوي وبتحب دايما تتابع اخبار نادي الزمالك وبتحب دايما تتابع تحليلات ما بعد مباريات نادي الزمالك، فاكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناه وانضمامك للاسره البيضاء الزملكاويه. هنحلل فيها برضو مباريات منتخب مصر، هنتكلم بصراحة، هنتكلم بوضوح، مش هنخاف من حد، مش هنغلط في حد، مش هنطبل لحد. يعني ادعوكم انكم تشرفونا بالاشتراك في القناة وتنضموا للأسرة البيضاء الصغيرة اللي احنا بنحاول نكونها مع بعض.